نعم، السلام تفضلي. عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. تحية طيبة مباركة على الجميع، وكل عام ومنصة أريد بألف خير. مبارك لمنصة أريد هذا النجاح والتألق العلمي والابتكار. عبر 8 سنوات واصلت منصة أريد نجاحها العلمي والبحثي في تعزيز هوية الباحث العلمي العربي والمجتمع العلمي البحثي. وكل فخر واعتزاز بانتماء مبكر لهذه المنصة منذ بدء تأسيسها، وقد شرفت أكثر بالعمل في نظام عليم ورئاستي للسنتين الماضيتين. وحقيقة بعد كل هذه السنوات نستطيع القول والجزم بأن منصة أريد حافظت على نتاجها العلمي النوعي في تعزيز ثقافة النشر العلمي الإلكتروني والانفتاح على المجتمعات العلمية الأخرى عبر التواصل الرقمي. حقيقة الكلام يطول عن منجزات منصة أريد، ولها في نفسي ذاك الوقع الكبير، وكل أمل بأن هذه الخطى ستتكلل في الأعوام القادمة بانبثاقي وتأسيس مشروع أكبر، وهو مشروع جامعة أريد العلمية. كل التوفيق للرئيس التنفيذي دكتور سيف الدين السويدي، كل أعضاء المجلس الإدارة المحترمون، وكل الباحثين الذين أشرفوا وأسهموا في نجاح منصة أريد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أستاذ الدكتور هناء محمود جنابي من العراق، جامعة العراقية، كلية الآداب.